عندك دكتور نصر الدين، يعني اليوم عم نحكي بال 2022 18 لل 70 نساء او رجال، مين النسبه الاكثر؟ لا النساء اكيد، يعني الرجال ارتفعت النسبه تقريبا لل 20% باخر فتره، بس للامانه انهم عم يجوا يطلبوا اشياء يعني معقوله، مثلا بوتوكس فيلر شيء طبيعي، يعني انه لقوي قاي محافظه على الجمال وهيك شيء، ممكن تتطور لانه عمليات لايبوسكشن، شف الدهون، شف الدهون اللي عنده، صار الرجل عم يجي بشكل عادي، بفوت على العياده ما بيتخفى، ما بفوت من الباب الخلفي، صار موضوع التجميل عند الرجال شبه عادي بمجتمعاتنا؟ طبيعي. اليوم نحن بعصر الصوره والصوره النمطيه، وهيدا العالم، العالم الانستغرام والسوشيال ميديا والاعلام والاعلان فرض صوره نمطيه. قد ايه في نساء بيجوا لعندك تحت ضغط نفسي وتاثير نفسي، بدي يكون مثل هيدي او مثل فلانه او علانه، او مني راضي دمر نفسيا جاي لعندك وانت خشبه الخلاص؟ 70% من الاشخاص اللي بيتراودوا على دكاتره التجميل باخر فتره هني بحاجه لانه انا شوف بالصوره كيف ان هي صار همها، لانه السوشيال ميديا عم ينشر وجوه حلوه، فلتر عم يغير باشكال عالم، بتفرجيك صورة فنانة مثلا او صورة فنانة او حدا من الفاشينيست اللي هون بيعرضوا كل يوم، وبتعرف يعني كل يوم عندنا فلتر جديد، كل ما تشوف شكل الفلتر ظابط على وجهه بتصير بدها تغير وجهه على نسق هيدا الفلتر. بتجيب لك الفلتر وبتقول لك بدي مثل يكون مثل الفلتر. ايوه بتقول لي مثل هيدا الصورة، شوفوا قد ايه حلو. قد ايه الطب قادر يوصل للتقنيات؟ يعني سابقنا كثير، يعني عصر التكنولوجيا سابقنا. ما عم بيتقبلوا هيدا الموضوع، انه الشخص الانسان انه عندك قدره معينه، نحن مش رب العالمين، استغفر الله، يعني عندك شيء معين بتقدري توصلي له، درجه معينه، اوكي معك الميك اب بيكمل معك شوي، اوكي، بس انه توصلي لمرحله انه تحددي اللي هن بيجوا فيه، اكيد لا. دكتور يازيجي، نحن بزمن هلا كثار منا بيعملوا، معظمنا بحب يعمل تجميل وبيعمل تجميل، طبيعي هالشيء ولا غير طبيعي؟ اضطرابات تجي من حياتنا نحن اليوميه. هالولد هيدا بس يخلق من عمر 6 أشهر لسنتين بده يكون يعني علاقته مع مرايته. فكمان هيدي المرايه هي منا كل شيء. المرايه الداخليه هي كل شيء. المرايه الخارجيه منا كل شيء. انا برايي لا، لانه نحن تعطينا صوره عكس او لحدك معقوله تغشنا؟ رح خبري، لان نحن ما دام نحن ما بنقشع بعيوننا. بشو بنقشع؟ بالسنتر اوكسيبيتو. وهن موجودين ضمن النظام العقل الباطن، يعني هن بيتاثروا بكل شيء نحن موجود بحياتنا من نحن وصغار. الاهل اهم شيء يعرفوا يصلحونا مع حالنا. يعني نحن وقت بنطلع بحالنا بنلاقي حالنا بشعين، يمكن نحن حلوين. انتبهي، ويمكن نحن عم نشوف حالنا بشعين لانه نحن صورتنا مع حالنا منا تمام. شو بدنا نقول بموضوع التجميل دكتور؟ تجميل انه نحن بدنا نكبر الولد، نحن عم نستلم انسان عمره 20 18 و15 و25 و30، بس نحن عم ننسى شو مكنوناته، هو شو مسجل عنده، ليش شو لازم نعمل يعني كل حدا بيعمل تجميل ببالغ بالتجميل، ببالغ بالتجميل، ما بدي اقول بيعمل تجميل لانه التجميل هو شغله تحسين، ببالغ بالتجميل هو عنده اضطراب نفسي، طبعا هو رافض حاله ومش قبلين حاله لازم يتعالج اكيد. ايه انا برايي كنت عم بحكي مع الدكتور انه ليه ما بيزوروا المعالج نفسه قبل ما يروحوا يعملوا عمليه. طب اذا هن بيقولوا لك مثلا مثل من شوي داليا بتقول لك انا مبسوطه مع حالي، سالتها اذا هي مبالغه بشكلها، قال لا انا شايفه حالي كثير منيحه، سالتها انه شفافها كبار زياده، انا بالنسبه لي شايفتهم، هي قالت لي انا كثير شايفه حالي منيحه، يمكن بعدين تروح لتخفيف، بس هي مرتاحه مع حالها، ليه بدنا نقول عنا مضطربه نفسيا؟ مثلا انا بعطي مثل داليا، ممكن جيجي، ممكن أنا، ممكن شيرين، نستثني سيلينا. أنا ما بعرفها وما بعرف ماضيها، ما بعرف شيء عنها، دونك أنا ما بحق لي، ما بسمح لحالي إني أنا أوجه لها ولا كلمة. داليا إعلامية عراقية مشهورة بالعراق، ما بعرف حياتها، ما بعرف كيف عايشت، ما بعرف مع أهلها كيف كانت، يعني هيدي أشياء كثير مهمة نمرق فيها نحن قبل تنعرف هذا الشخص ليش هو مثل ما قال الأستاذ، يمكن كمان كان شكله حلو، يمكن هلا كمان حلو. بس اللي بدي اسالك اياه، انا ما بدي، انا ما عم اقول انه داليا عندها اضطراب نفسي، بس انا اللي بدي اسالك اياه، اذا حدا قال لك مثل داليا انا مرتاح مع نفسي، انا مبسوطه بحالي،
ليه نحن بدنا نقول انه عنده اضطراب؟ هيدا السؤال. سؤالي لإله اذا انت مرتاح مع حالك هلا، هل عندي انا اسئله كثيره لبعدين؟ ايه؟ يمكن انت اليوم تعمل عمليه تجميل وانا شفتهم عنا بالعياده كثير، بيقول لك بعد كم سنه يرجع كمان مش مرتاح مع حاله ورجع عمل غير عمليه. ما في حل، في حل هو تجميل كمان. مزبوط، بس هالتجميل هذا التراكمي هالعمليات الكثيره اللي بتنعمل يعني اوقات 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 مش عم بتودي لنتيجه مزبوطه، يعني عم نبالغ. انت برايك قد ايه برسنتج من البيشنتس اللي بيروحوا يعملوا بلاستيك سيرجري بدهم سايكولوجيك اسسمنت قبل ما ينزلوا تحت السكين والمقص؟ انا برايي كل شخص بده يعمل عمليه تجميل. انا هذا رايي. وانا هذا رايي. تقول لحدا ما بدك عمليات تجميل، ايه؟ روح عند طبيب نفسي. ايه بتحول هيدي بنسمعها كثير، هل ايه؟ بتصير؟ ايه في اكثر من شخص انا حولتهم، بس انه مش كل شخص بده يجي لعند طبيب التجميل لازم يروح عند دكتور نفسي. ليش؟ لأنه في شخص اشياء مثلا او شغلات تجميليه نحن بدنا نعملها بتكون واقعيه. خلت تتقبل نفسها مثل ما هي. اذا عمرك 18 انا بالنسبه لي يحن التجاعيد دكتور. حكيم وبتفهم. حسب عمرك كمان، مش اذا اجت عمر 60، اذا اجت بنت انا بنتي بكره تجي لعندك على 18 على الكلينك بتقول لك بدي اعمل فيلر، ما تقول لها روحي عند سايكولوجيست، بقول لك في شيء مشكله. اوكي حلو اللي طرحتيه، بس مش كل الناس، في ناس تعتبر انه انا عندي مشكله وشايفتها وبدي اروح عند حكيم التجميل هو اللي بده يحلها. دكتور يازجي، في كثير ناس بمجتمعاتنا بترفض تكون نهائيا مثل ما رب العالمين خلقها، يعني بدها تكون بدها تغير نهائيا بشكلها، او بدهم يكونوا حدا ثاني، يا لسبب تغيير الهويه الجندريه او لسبب افتتان او اعجاب بشخصيه مشهوره. جنى الحاله النفسيه كمان وضع نفسي. هي نفس الكلمة، يعني عم بتأكدي اللي أنا قلته مش وقت. غسان، سمعت الدكتور، دكتور التجميل، سمعت الدكتور المعالج النفسي، وأنت من الأشخاص اللي ضد عمليات التجميل مع التحسينات البسيطة. أنا بصراحة عم استمتع، أنا أعني جدا أنه معه حق. معه حق، يعني أي شخص عم بيروح عم بيغير بشكله بشكل كتير، يعني الأفضل له انه يستشير الطبيب النفسي قبل. انت جاي، انت اول ملك جمال بلبنان من 25 سنه. ايه من 25 سنه، بس انت دخلت بعالم الجمال، يعني انت الرجل الوسيم. ايه هلا قد ايه هيدي الصوره، قد ايه هيدي الصوره مسيطره عليك انه انت ما بدك تكبر، انت ممكن اذا خسرت شعر تروح تزرع شعر، اذا يعني لا ابدا بالعكس. انا دائما عندي مقوله اللي هي معترفه عند كل العالم. ايه؟ انه عيش يومك، عارف كيف؟ يعني نعيش يومنا. أيه؟ يعني هلا انا 45 سنه. مراحل حياتك قصدك؟ مراحل حياتك. حلو كمان. لا انا ما عم بشح حالي. أيه؟ 45 سنه. يعني 45 سنه عم يعني بستمتع بهيدا العمر، يعني ليه بدي اعمل شغلات وبكره بصير بالخمسينات بالستينات بدي استمتع؟ عندي اولادي، بكره بصير عندي احفادي. انت مع انه كل يعني شكل لكل عمر يعني بيساوي؟ لازم. بدي اقول لك شيء، انا عمري 50 سنه، ما بعرف اذا شكلي مبين 50 سنه، بس بذات الوقت ما بروح لشيء كتير بعيد لأنه بدي يكون بشبه شخصية اللي جوا. السؤال هو في ناس يعني مثلاً عم بتكون 50 شكلها 30، 70 شكلهم 40. حلو. أنت شو؟ أنت قالت شيرين حلو. إيه ما غلط. حلو هالقد؟ إيه ما غلط. حلو امرأة عمرها 70 سنة خدودة قد خدود بنت عمرها 30 سنة؟ حلو تكون أصغر من عمرها بس بطريقة ناتشورال. ليش؟ مش هالقد. على عمر معين المرأة ما عم تتقبل حالها، لما يصير عمرها بال 50 60 وتشوف إنه وجهها كومبليتلي عم يقشط، عم يطلع لها هول هون، عم ينزلوا لتحت. ما كمان طبيعي عوامل الزمن. ما هالجرافيتي كلها وين عم تنزلنا لتحت؟ شو بتعمل؟ بتشد وجهها. بدي من كل شخص منكم كلمة هيك تعليق على اللي سمعتوه. في أشخاص بتكون يعني عمره كبير روح صغير. أجمل شيء بالإنسان أنه يكون هو متصالح مع حاله. أجمل شيء بالإنسان صديقيني. إذا عندي مشكل وإجا الطب، إجا الدكتور نصر الدين قال لي تعي تفضلي بدي أعملك هيدا العملية، بتخليك تتصالحي مع حالك. شكراً. ليش لا؟ يمكن مرة عمرها 60 بدها فيس ليفت ترجع حياتها من اول وجديد، ما انه شيء، هيدا عملية ميجر سيرجري. جورج انت بتشتغل مباشرة مع الجمال مع اللوك، سمعت كمان هيدا الآراء، يعني قد ايه ممكن يريحنا هيدا الشيء وفينا نعمله بدون ما نقول اضطرابات نفسية؟ وقد ايه بالباك ستيج يعني بالكواليس مع الفنانات مع الممثلين مع النجوم انت بتشوف هيدي الهواجس، يعني بتكون عم تطلع بوجه على المراية عم تشقل خدها عم تطلع بحاجبها، اذا قشط شوي بكره بدي اروح اشوف حكيم التجميل؟
بنشوف كثير اكيد يعني بالنتيجه الممثل والفنانه والفنان والكلاينتس مين ما كان هو انسان وعنده مشاعر مثله مثل كل العالم. بس بدي اقول لك شغله انه عمليات التجميل اذا بدك ثرو الفيلرز اللي عم نعملهم هلا عم بيساعدوا بالكاركترز بالمسلسلات وعم نعتمدهم. يعني عندنا ممثل مثلا وجهه بيعطي بريء، اذا عرضنا له حنكه او حددنا له وجهه بطريقه معينه ممكن يخدم الكاركتر اللي عم يلعبه. صح. فنحن هلا عم نعتمد هدول القصص للمسلسلات للكاركتر، لان ست اشهر سبعة اشهر وبتروح الماده من وجهه خلص بيكون خدم الرول. وحتى يعني صار في وعي مع حسين فهمي هالشغله هي في كذا حدا نعم. فحتى البوتوكس اذا بدك، لان صار في كتير تركيز اخر فتره عند الممثلين على انه عم يلعبوا كاركتر، انتم عم تمثلوا شخصيه، فحتى صار في وعي بطريقه استعمال البوتوكس او حتى مش بس هيك. عفوا جورج على المقاطعه، في كتير مسلسلات عربيه سوريه لبنانيه انتقدت بسبب كثره البوتوكس، وهي المسلسلات بتحكي عن حقبه تاريخيه ما فيها كان بوتوكس او عمر معين بيحتاج انه الممثل او الممثل مثل ما قال جاد بالبدايه لا تعابير يعني بالانترناشونال وخاصة الحواجب لما يكون عم بنقوا الليد تبعهم البنت بنقوها بلا عمليات تجميل as natural as possible. يعني اسألك لأنه بالعالم العربي هل بنقوها هلا مش مزبوط هلا يعني صار لها فترة الخبرية إذا بدك عم في توجه تاني إنه نحن عم نلعب كاركترز، في توجه تاني انه في يكون في بنت منا حلوه او بنت ناصحه او بنت عينها مدري كيف، وهيدول بيعطوا غنى للمسلسل، بيعطوا حقيقه للكاركتر. هيدا بياخذنا كمان على مطرح ثاني جورج، انه بنلاحظ بالفتره الاخيره وكنا عم نحكي او انا وياك نحن عم نحضر للحلقه جيجي، انه اليوم صار في حتى ترند بانه حكيت عن الموضه دكتور، انه حتى التجميل بطل المبالغه هي الموضه. يعني عم نشوف ملكات جمال وفنانات كانوا شفافهم مثلا كبار هلا عم يرجعوا يخففوا. هلا في كثير تراجع بهذا الموضوع، كله عم يرجع للطبيعي او اكثر شوي، يعني انه بده يكون عامل فيلر بس فيلر طبيعي قريب من الطبيعي. العمر الاكبر يعني بيجوك الليديز بالاربعينات هذا العمر الاكبر عم بيعمل ريباوند خلص قرف بتحس زهق. دكتور كل امراه من حقها تكون حلوه، شو الجمال بالنسبه لك؟ شو بتعرف الجمال؟ كل امراه حلوة حتى لو كانت بنظر البعض غير جميلة. ما في مرة بالعالم منا حلوة. داليا شو بتقولي هلا؟ يعني أكيد كلامه صحيح كلش صحيح، بس شي مرة شفتي حالك غير جميلة؟ مرة يعني مو مرة، أكثر من مرة بصراحة لما يعني أسوي أوفر أكثر.